السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقاء قناة المدرسة الرابعية، مرحبا بكم في الدرس 27 من دروس التربية الإسلامية في مادة التربية الإسلامية للسنة الثانية من التعليم الابتدائي، أنشطة التقويم والدعم. أهداف الدرس: أقوم مكتسباتي السابقة، أدعم تعلماتي السابقة، أقوم حفظي. أولا، أتمم وأستظهر شفهيا آيات سورة العصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ثانيا، أصل بخط بين الجملة وصورتها. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الإنسان لفي خسر. لهم أجر غير ممنون. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا السماء انشقت. سورة العصر سورة الانشقاق. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نربطها بسورة الانشقاق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نربطها بسورة العصر. إن الإنسان لفي خسر. نربطها بسورة العصر. لهم أجر غير ممنون. نربطها بسورة الانشقاق. إذا جاء نصر الله والفتح. لا نربطها بأي صورة، لأنها سورة النصر. إذا السماء انشقت. نربطها بسورة الانشقاق. ثالثا، أرتل الكلمة التالية. الإنسان الإنسان. أقوم فهمي. أضع علامة أمام الجواب الصحيح. فأما من أوتي كتابه بيمينه. هل تعني من تسلم كتاب أعماله يوم الحساب بيده اليمنى، أم من تسلم كتابه وراء ظهره؟ الجواب الصحيح هو من تسلم كتاب أعماله يوم الحساب بيده اليمنى. أربط بين اسم الله والمعنى المناسب له. السمع البصر. السميع البصير. السمع
نربطها بالسمع، البصر نربطها بالبصير. أقوم مكتسباتي، أولا أصل بخط كل صلاة بما يناسبها. صلاة المغرب تصلى نهارا، تصلى في 4 ركعات، تصلى ليلا، تصلى في 3 ركعات. صلاة المغرب تصلى ليلا وتصلى في 3 ركعات. ثانيا، أضع علامة أمام الجواب الصحيح وتواصوا بالحق. هل تعني صبروا على أذى الناس أم أدوا الطاعات وتركوا المحرمات؟ الجواب الصحيح هو أدوا الطاعات وتركوا المحرمات. ثالثا، أجيب من خلال وضعيتي. طلب سعيد من صاحب ورشة إصلاح السيارات أن يصلح عطلا في أضواء سيارته، لكن هذا الأخير لم يخلص في إصلاحها. بعد أن تسلم سعيد سيارته، توجه إلى المسجد ليصلي المغرب، ولما أنهى صلاته وركب سيارته، تبين له أن بها نفس العطل، فأجل سفره إلى يوم لاحق. في صباح الغد عاد سعيد إلى صاحب الورشة فأخبره بأنه لم يتقن عمله، وعاتبه قائلا: لقد أفسدت علي سفري وعملي، ألم تعلم أن الله يراك؟ ما أثر مراقبة المؤمن لله في إتقان عمله؟ عندما يعلم الإنسان أن الله يراه فهو يتقن عمله ويقوم بعمل صالح ولا يغش. أدعم تعلماتي، أستمع وأقرأ. قال الله تعالى في سورة التوبة الآية 106: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. أستفيد عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه ما أعجبهم، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء وتفاخرا فهو في سبيل الشيطان. أفهم وأجيب: هل الله يراقب أعمال الناس؟ نعم،
الله يراقب أعمال الناس، لأن الله يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. من أحب الناس إلى الله، الذي يعمل ويتقن عمله، أم الذي يتكاسل ويتواكل على غيره؟ أحب الناس إلى الله هو الذي يعمل ويتقن عمله. بما أعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنشاط الرجل وجلده، أي عمله. ما جزاء من يتقن عمله؟ جزاء من يتقن عمله أنه يسعى في سبيل الله. أتذكر وأستثمر، أضع علامة في خانة السلوك الصحيح. في الصورة الأولى نلاحظ التلاميذ منتبهون إلى درس الرياضيات، وفي الصورة الثانية نلاحظ ولدا ينام أثناء الدرس. السلوك الصحيح هنا هو في الصورة الأولى. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.